أمام نافذة بيته الطيني في قريته الصغيرة، أخذ جوان يتأمل حقول القمح المحصودة، وكيف كان العمال يحملون الأكياس المليئة بالقمح وهم يئنون تحت الحمل وحر الصيف، يبلل العرق ثيابهم، وكذلك كيف كان الرعاة يسارعون لأخذ أغنامهم لتصطاد سنابل كانت ألسنة الحصاد قد أخفلتها. أما أهل القرية فيملؤونها ضجيجا وهم يأخذون أكياسهم الفارغة على الدراجات النارية والعربات الصغيرة إلى حقولهم بانتظار دورهم، لا يهتمون لحرارة الشمس التي تحرق الوجوه. أما الآخرون فقد التجأوا إلى ظل أحد البيوت وقد افترشوا الأرض وهم يشربون الشاي ويتناقلون أخبار الإنتاج في القرى المجاورة التي لا تبشر بالخير، ومع ذلك فهم يمنون النفس بخير وفير. بعضهم واثق من محصوله فسنابله ممتلئة وفيها الكثير من الحب، وبعضهم الآخر تراه يائسا قبل الحصاد فسنابل حقله ضعيفة قد أخذ منها المرض ما أخذ، وجميعهم مثل جوان يتابعون الحصاد كيف تسير بسرعة ملتهمة القمح لتكمل دورة كاملة حول الحقل كله، فلا تضع على الأرض سوى كيسين شبه ممتلئين، وصاحب المحصول لا يفارقها وكأن وجوده سيجعل السنابل تتكاثر. يضع يده على خصره وينزلها ثم يعيدها كما كانت، متحيرا لدرجة أنه لا يهتم لأشعة الشمس التي تسقط على رأسه عموديا. يبدو أن محصوله لن يوفي ديون البذار والسماد والجرار، حتى أنه لا يتحرك عندما تمر الحصادة من جانبه وتغمره بغبارها. في هذا الصيف الذي أكل الكثير من حصة الربيع الزمنية فلم ينعم به القرويون وهم بانتظار المطر الذي يأتي بالأمل، هكذا حال الفقراء حتى الربيع لا يعد من الفصول التي تجلب السعادة لهم. لم يحس جوان بأنه أنهى لفافة التبغ التي كانت بيده حتى أحرقت أصبعه فرماها ليلف أخرى على عجالة، مصرا على متابعة الحصادة في قتالها مع السنابل وحرص السائق ألا يدع أي سنبلة تفلت من حصادته، خاصة وهو يرى صاحب المحصول كيف يتأفف تارة ويتضرع إلى ربه تارة أخرى ويصرخ على الصغار الذين جاءوا بأغنامهم إلى حقله ولم يصبروا حتى تنتهي الحصادة من عملها، فيطالبهم بالابتعاد قائلا: بيتي يحترق وأنتم تريدون إشعال سجائركم بحرائق أخرى. يتساءل أهل القرية عن شح الأمطار وندرتها في السنوات الأخيرة، بينما كانوا سابقا يتمنون أن يروا الشمس وهم في فصل الشتاء، فيقطع أحد المسنين تساؤلاتهم بالقول: إن الله يمتحننا ويعاقبنا، في الماضي كان الخير وفيرا لأن الرحمة كانت موجودة بين البشر، فهم يساعدون بعضهم بعضا ولا يضر أحدهم بالآخر، وكان الجار لا ينام إن كان جاره مريضا أو جائعا، وكان الناس لا يأكلون مالا حراما ويقرضون بعضهم بعضا بدون فائدة، والصغير يحترم الكبير، وكانت الزوجة إذا تخاصمت مع زوجها وخرجت من بيتها إلى بيت أبيها يلحق بها زوجها ويزيح الغطاء عن رأسها، فكانت تجلس وكأن مصيبة قد حلت بها.
فتعود مع زوجها إلى بيتها. أما الآن فكل شيء قد تغير، الأخ لا يرحم أخاه، والصغير لا يحترم الكبير، والناس لا يتعاملون إلا بالربا، والفتاة إن وضعت غطاء على رأسها يستهزئون بها ويرونها متخلفة، والزوجة تخرج من البيت دون إذن زوجها، حتى طعم الأكل الذي نأكله تغير، والهواء الذي نستنشقه تلوث. وبعد هذا كله تتساءلون عن شح الأمطار. الحمد لله الذي لا يرسل طيورا ترجمنا بحجارته، فنحن نستحق ذلك. للمرة الثانية يحرق جوان إصبعه، إذ لم يشعر بأن لفافة التبغ الثانية قد انتهت أيضا، ولعله يريدها أن تحرق إصبعه لينسى النار التي تحرق جوفه وتشل تفكيره، وتجعل النوم يهرب من عينيه كهروب النوم من عيني العاشق الذي يكابد آلامه وأحزانه في جوف الليل، ولكن عبثا يحاول طي سنين ممزوجة بالبؤس والأمل. يبدو ذلك في طريقة سحبه للدخان، إذ يملأ به صدره ويبقيه داخله، لعل هذا الدخان يخفي جروحه العميقة، جروحه التي تعتقت فغدت مثل عنب لم يقطفه أحد ليسقط من تلقاء نفسه، فمحال أن ينسى الجريح جرحه. هي هي جوان جوان، ما بك يا شيار؟ ماذا تريد؟ شيار، اكتب يا صديقي، فلم يتبقى من وقت الامتحان سوى ربع ساعة، وأنت كالتمثال تتأمل هيلين مراقبة الامتحان، وكأن عينيك لم ترى فتاة قبلها. جوان، هيلين، اسمها هيلين؟ شيار، جاوب على الأسئلة يا جوان، واتركني أكمل إجاباتي. هيلين هيلين، وقع الاسم في إذن جوان كوقع البرد على سقف بيتهم في ليالي الشتاء، إذ كان يسقط فجأة وبعنف، فتحس العائلة وكأن جيشا من الرجال يتراكضون فوق البيت. أكمل جوان الامتحان بسرعة، لا طمعا بالنجاح في المادة، بل خوفا من أن تخرج هيلين من القاعة فلا يسلمها ورقته. حمل الورقة واتجه نحو هيلين بيدين مرتجفتين، ناولها إياها وعيناه تتأملان وجهها القمري. في حرم الجامعة جلس إلى طاولة وقلمه بين أصابعه يتراقص، وكأن هذه الدقائق لا تريد أن تمر. خرج آخر طالب، وبعده خرجت التي جعلت جوان ينسى امتحانه قبل قليل، ليقف وقفة عسكرية كجندي رأى ضابطا يتقدم نحوه. إنها شجرة سرو تمشي بصندل وقشاط أحمر على قدميها الشبيهتين بثلج الليلة الأولى، شعرها الأشقر يتطاير على كتفيها كسنابل القمح في أيار حين تهزها الريح، فتلامس السنبلة السنبلة تقبلها، نظرتها الشمسية تخفي عينيها، يتخيلهما بنيتين، أنفها الصغير المدبدب يجعل نظارتها أجمل، شفتاها الرقيقتان ذكرته بشقائق النعمان على تلال قريته. مرت تلك اللحظة كالصاعقة، حتى أن هيلين عندما مرت أمامه لم يلتفت إليها ليلاحقها بعينيه المندهشتين من جمالها الرباني. هي هي جوان جوان، ما بك؟ ماذا تريد؟ شيار، كيف قدمت الامتحان؟ جوان، جيد جيد، هيا دعنا نذهب. على سريره بدأ جوان يتأمل سقف الغرفة، انتابه
شعور غريب حينما تذكر أن قلبه ارتجف عند مرور هيلين من أمامه. هي نفس الرجفة التي كانت ترقص قلبه وركبتيه عندما كانت حبيبته في المدرسة تسير نحوه. حينها كان يفقد كل الشعور إلا شعور مجيئها إليه. كانت كالغزال البري متمردة تتحدى الجميع لأجله. كانا يقفان طوال الاستراحة بين الحصتين يتبادلان الأحاديث، وكلاهما لا يتجرأ على الاعتراف للآخر بأنه يحبه، بالرغم من أن كل منهما كان يعلم بأن الآخر يعشقه. قلباهما كانا كعصفورين يتراقصان فرحا حين اللقاء، وبعد انتهاء الدوام كانا يسيران باتجاه معاكس نحو بيتيهما. قلباهما لا يقويان على تحمل ما تبقى من النهار وبعد بعضهما عن بعض، لينهي جوان دروسه ويبدأ بقراءة قصص العشق مموزين فرهاد وشيرين مجنون ليلى، وهو يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني الحب كله حبيت فيك. وعندما يحس باقتراب الليل الطويل من نهايته يسرع ليضع رأسه على مخدته علّه ينام ليستيقظ باكرا ويذهب إلى المدرسة، لا حبا بها بل شوقا لرؤية حبيبته التي تعاني الليل الطويل وانتظار نهار مثله. لا لا، يقولها جوان لنفسه، مستحيل أن يتكرر الحب، فقد عاهدت نفسي على ألا يفتح قلبي مرتين، فمرة كانت بألف وجرح ذرفت منه 100 بركة من الدم، ولكن هل طول شعرها ذكرني بجرحي الأول؟ أوف، كم أخاف من الحب، لا زلت أضمد جرحي وجرحي يفتح نفسه، فلما أفتح جرحا آخر؟ نم يا جوان نم، هكذا يأمر نفسه كي ينهي توتره. وفي الصباح استغرب شيار الذي يشارك جوان في الغرفة حالته، فعيناه محمرتان وكأن النوم لم يزره الليلة الماضية. سأله عن حاله: ما بك؟ فمنذ البارحة وحالك لا تعجبني، هل أنت مريض صديقي؟ أتعاني مشكلة ما؟ هل تحتاج نقودا؟ جوان: ليتني كنت مريضا يا صديقي، حينها كنت شخصت مرضي وخوفي من تجدد مرضي القديم. شيار: مرضك القديم؟ وماذا كنت تعاني؟ جوان: الحب. شيار: الحب؟ وهل الحب مرض يا صديقي؟ على العكس يا صديقي، الحب مطر القلوب وربيعها. ثم من هذه التي اجتاحتك وجعلت النوم يخاصمك؟ هيلين: طالبة الدراسات؟ كيف أحببتها؟ أنت لم ترها سوى البارحة، كيف حصل ذلك؟ هي أكبر منك بسنين فأنت لازلت في السنة الأولى. وهي؟ يسأله باستغراب: كيف ذلك؟ جوان: تكبرني بسنين، ومن قال لك بأن السنين تقف في طريق الحب؟ فالحب يا صديقي كالنسيم، كزخات المطر، لا يعرف الحدود، يلامس القلوب ويختصر الزمن. السنون هذه في العقول لا في القلوب. قل لي يا شيار، ماذا تعرف عن هيلين؟ شيار: كل ما أعرفه أنها من ديريك، لكن صديقنا سامي بالتأكيد يعرف عنها الكثير، فهو لا يهتم بالدراسة، إنه يهتم بكل شيء إلا الدراسة. ووالده أخطأ عندما سماه سامي. جوان: دعنا نذهب إليه.
شيار، انتظر لنتناول الفطور. يطلق ضحكة، ما بك؟ كأنك ذاهب لتأتي بمصدقة التخرج. في الحرم الجامعي كان سامي جالسا مع فتاتين، كل ما يمكن أن يقال عنهما أنهما قمر انقسم إلى قسمين، وكان الثلاثة يضحكون والفتاتان منسجمتان تماما مع سامي. شيار: مرحبا. سامي: أهلا بكما أيها الصديقان، تفضلا بالجلوس. الفتاتان لم تردا السلام. يبدو أن شيار وجوان أفسد عليهما متعة الجلوس مع سامي المرح. شيار: لا شكرا، نريدك في موضوع خاص. غادرت الفتاتان وبقي الأصدقاء الثلاثة، وبعد سؤالهم عن امتحان البارحة الذي لم يجاوب سامي إلا على سؤال واحد منه وجوابه كان مشكوكا في صحته. شيار: هل تعرف هيلين طالبة الدراسات يا سامي؟ سامي: طبعا، ولكن لماذا السؤال؟ يخفق قلب جوان كإناء ممتلئ بالماء في يد طفل صغير، ينتظر ما سيقوله سامي عن هذه الفتاة التي اجتاحت روحه كالطوفان. شيار: أنا وجوان نفكر أن نذهب إليها كي تشرح لنا محاضرة في قانون العقوبات، كنا قد غبنا عنها وسمعنا بأنها لا تقصر في هذه الأمور، فأردت الاستفسار عنها وأنت ضليع بالنساء. أصاب سامي الزهو من كلام شيار فبدأ بالكلام: يا سيدي، هذه الفتاة من ديريك وهي معقدة جدا، أنا لا أراها إلا من الجامعة إلى المدينة الجامعية وبالعكس، وكأن الشباب لا يعنون لها شيئا، وللأمانة هي محترمة جدا ولا تقصر بالجواب على أسئلة أي طالب، وهناك أستاذ جامعي يرغب بودها، يبدو أنه يحبها، إلا أنها لا تهتم لهذه الأمور، إنها فتاة فولاذية وتحترم كل الآراء والأديان، إنها من دين التسامح، دين سيدنا المسيح. هنا انشرح قلب جوان لما سمعه عن أخلاقها، ولكنها مسيحية، يقول في نفسه، فيجيب نفسه: وما المانع؟ فلا حدود أمام الحب. يتشكران سامي ويغادران. في اليوم التالي قرر جوان أن يتكلم مع هيلين، وقد وجد الحجة: شيار، وهي شرح محاضرة البارحة، وهو يعلم بأنها ستراقب الامتحان اليوم، أما هو فليس لديه امتحان لا اليوم ولا غدا، المادة سهلة بالنسبة له. لبس جوان بنطاله وكنزته اللذان لازماه منذ بداية السنة الدراسية، فهو لا يأتي للجامعة إلا قبل الامتحانات بشهر أو أقل، لأن وضع والده التعيس اقتصاديا بسبب اعتقاله. رش عطره الرخيص الثمن على عنقه وصدره وخرج فرحا. جلس على كرسي قريب من القاعة التي ستراقب هيلين فيها، يحرقه الانتظار، والوقت يمضي بطيئا كالقطار المتجه من الحسكة إلى حلب. قالوا سابقا: الانتظار موت بطيء. بينما كان ينظر إلى كل الجهات علها تأتي من إحداها، وإذ بها تقبل كقديسة جالبة النور معها. لا أعلم هل أصبحت أجمل أم إن الحب جعلها هكذا، أم هي هكذا أمام عيني. وما هذا الحب الذي يأتي من النظرة الأولى؟ يقول لنفسه مستغربا. وقف جوان كالنمر الذي يتهيأ للانقضاض على غزال، يمشي بين الشجر، ولكن تبا لهذه الركبة، لماذا ترتجف كقلبي؟ تقدم نحوها وهو يحس ثقلا بلسانه، عليه أن يتماسك وإلا ستضيع الفرصة منه. وقد اقترب الفصل الأول من نهايته. كان جوان بين كلية العلوم
ذات المبنى الجديد كحبه لهيلين، وكلية الحقوق ذات المبنى القديم كحبه العتيق، وكلما اقتربت تلك الرقيقة الرفيعة كشجرة الحور ارتجف قلبه كعصفور تحت المطر في شهر كانون. لم يجرب هذا الإحساس منذ سنين، حين كان يشعر بشروق الشمس عندما تقبل حبيبته نحوه. حينئذ لم يكن يرى غيرها حتى لو كان محاطا بجيش من الأشخاص. كم هو جميل ذلك الإحساس عندما يملأ شخص عالمك. ولكن هل تملأ هيلين ذاك الفراغ البركاني الذي لم يملأه أحد حتى الآن، ولم يكن يتوقع أو يفكر بملئه؟ كم هي طويلة تلك المسافة التي تفصل بين هيلين وجوان؟ صحيح أنها خطوات، لكنها ها هي ذي تقبل، طالبتان توقفانها، ربما تحتاجان شرح محاضرة كجوان، ولكن بالنسبة له هي حجة وكذبة جميلة. تترك الطالبتين تمشي بخطى مسرعة، فموعد الامتحان اقترب. اقتربت منه لكنه لم ينطق بكلمة، وهذا ما لم يحدث، ومرت مثل سحابة بيضاء أمامه وهو يطاردها بعينيه الحزينتين المدهوشتين من رقتها. تمتم جوان كله من الطالبتين، لو لم توقفاها لتكلمت معها، فيرد على نفسه لماذا الكذب، فلساني تلعثم ولم أستطع حتى أن أقول لها مرحبا. دخلت هيلين القاعة وقلب جوان خرج من صدره، هكذا شعر، وعاد ليجلس على كرسيه كجندي خارج من المعركة خاسرا. لن أتحرك اليوم من هنا حتى أكلمها، هكذا قال في نفسه. فإصراره غريب، لأنه يعلم بأن الليل لن يمضي اليوم إن لم يكلمها، ولكن كيف ستمضي هاتان الساعتان حتى تخرج؟ يتضرع إلى ربه أن تكون الأسئلة سهلة ليخرج الطلاب مبكرين ويلتقي بحبيبته، ولكن كيف هي حبيبتي ولم أكلمها ولا أعرف طباعها؟ أمعقول أن أحبها بهذه السرعة وأن كنت أحبها؟ فهل من الممكن أن تبادلني؟ وقد قال سامي وكأن الشباب لا يعنون لها شيئا، وأنا أيضا عاهدت نفسي ألا أحب مرتين، ولكن إن جاء الحب لا يعترف بعهد ولا وعد. كل هذه الأسئلة تراود جوان وهو على كرسي الانتظار. يمر الطلاب أمامه، بعضهم يسلم عليه، هو لا يرد، يستغربون منه تصرفه، ينزعجون، هم لا يعرفون أنه لا يسمعهم، فتفكيره معلق لحين خروج هيلين والتحدث إليها. هي جوان، ما بك الشيار، أتريد شيئا؟ أنت ما بك، سلمت عليك ولم ترد. قم لنتمشى قليلا على جسر الرئيس، فنرى السيارات تمر من تحتها كأنها الأسماك، ونرى نهر بلدة الذي قلت مياهه كثيرا لكنه يبقى جميلا كما دمشق. حظنا جميل لأننا ندرس في دمشق جوان، وحظي جميل لأن هيلين تدرس فيها. شيار، وهل تنتظرها؟ نعم، لأجل ذلك وضعت العطر، لم أراك قبل أن تتعطر. إذن دعنا نتمشى على الجسر ريثما تخرج. جوان، لن أتحرك من مكاني حتى تخرج هيلين. شيار، يبدو أنها أثرت فيك كثيرا وأنت لم تكلمها بعد، أخاف أن تجن بعد حديثك معها. إذن ابقى حتى يخرج الغزال من بين الأدغال وأنا ذاهب لمشواري. استمر جوان بتفكيره الذي قطعه شيار قبل قليل، وعيونه على الباب، ها هي تخرج
وقف بسرعة وكأن أفعى لدغته. يا إلهي، ليست هي فتاة أخرى؟ تخيلها هيلين، هي لهفته. فالانتظار طال، والانتظار يرهق. جلس ثانية وما هي إلا دقائق حتى خرجت من سلبت كيانه من دون أن تنطق بكلمة. هي اليوم أجمل وأرقى، وهي تقبل نحوه، فقد اختار المكان جيدا ويعلم بأنها ستأتي من هنا. تقبل وورود الجامعة تتراقص لمشيتها، يلمع شعرها الأشقر كشعاع الشمس حين شروقها فجرا يوم العيد، والناس على قبور موتاهم، والصغار يجمعون السكاكر وينتظرون ذاك الشعاع كي يبدأوا جولتهم على بيوت القرية، جبينها شامخ كجبل جود القريب من مدينتها. عيناها عاريتان اليوم، فلا نظارات تحجبها، رشيقة وطولها يأخذ الألباب. تلبس كنزة خمرية وبنطالا بلون البحر، وهي كالبحر ستبتلع جوان الذي تحول إلى قشة خفيفة، تستطيع الريح قذفه بعيدا، فكيف بموج هائج. تقدم نحوها وعلى لسانه آلاف الكلمات، توقف أمامها كمن يقف أمام حديقة منزله يتلقى نسيم الصباح فينشرح سطره. توقفت هي أيضا مستغربة حاله، فقد لاحظت توتره واصفرار وجهه كأنه ناج من حريق. جوان: مرحبا. هيلين: أهلا. جوان: أنا طالب حقوق سنة أولى من الدرباسية. هيلين: أهلا وسهلا بك، وأنا هيلين طالبة دراسات من ديريك. جوان: جميل، نحن قريبون من بعضنا، كنت أريد أن أقول أنني بحاجة لأن تشرح لي محاضرة في قانون العقوبات كوني غير مداوم، وتلزمني هذه المحاضرة جدا. هيلين على الرحب والسعة، ولكنني اليوم مشغولة، غدا إن أردت أشرح لك المحاضرة. جوان: تمام، غدا لدي مادة، وبعد الانتهاء منها ليس لدي شيء، أين أراك؟ هيلين: في مكتبة الكلية، أستأذن منك. جوان: أهلا وسهلا. كان لدى جوان رغبة جامحة أن يقول لها: يا سيدة الكلمات، أنا في انتظارك، ولكنه مجبر أن يكتم ما في قلبه لأنه لم يتكلم معها إلا توا، ولكن يا الله على كلماتها، آه من كلماتها كينبوع عذب يتدفق من سفح جبل أخضر. لم يذهب لغرفته، بل مشى، والشوارع تسيره لشوارع دمشق عبق خاص، أزهار الياسمين تتدلى على الجدران فيقطفها ويشمها بنهم وجوع. السنين، الجوع للحب، وله مع الياسمين ذكريات مؤلمة. ففي العام 1996 للميلاد، عندما كان والده يحاكم في دمشق مع رفاقه أمام محكمة أمن الدولة، كان جوان طالبا في الثانوية العامة، وفي طريقه إلى المحكمة كان يجمع الياسمين الدمشقي ليرميها على والده ورفاقه. هذه الأزهار تشبه حبيبته. إن تم الإفراج عنهم، كان يقف أمام المحكمة مع أهالي المعتقلين. هؤلاء المعتقلون الذين كانوا ينزلون من سيارة الزيل العسكرية مكبلين بعضهم ببعض بسلاسل حديدية، يحيط بهم أناس لا يعرفون الرحمة. لماذا تقيدونهم أيها الظالمون؟ إنهم أصلا اختاروا هذا الطريق بإرادتهم، وهم يدافعون عن قضية، والمدافع عن القضية لا يفكر بالهرب، بل يدافع عنها في سجنه وأثناء محاكمته أيضا. يصعدون المبنى
لا أحد يتبعهم من الأهالي، ممنوع على أحد أن يحضر جلسات المحاكمة. جلسة صورية سريعة كان والده بعدها يخرج ورفاقه كما دخلوا مكبلين، لكنهم أحرار وبإرادتهم يلوحون بأيديهم للجميع قبل أن يركبوا الزيل باتجاه سجن عدرا في الريف الدمشقي. حينها كان الياسمين يبكي في يد جوان ويذبل ويغادر، يرمي الياسمين على الرصيف، فللياسمين اليوم قصة أخرى، لا بكاء ولا غصة بل فرح عميق يجتاح الياسمين وحامله، فلا يترك وردة أو شجرة في طريقه إلا ويلمسها، ربما ليزيد سعادته وربما ليخفف هيجان قلبه ودقاته. وغدا سيجلس مع سيدة الكلمات وسيناضل من أجل لقاء آخر وآخر. فقد أصبح كالزرع العطشان في آذار ينتظر قطرة مطر في سنة سماؤها كثدي جاف، ولكن هذه المرة لن يكرر عناده السابق الذي بسببه خسر أول ياسمينة عشق في حياته. فالعناد في الحب يكسر الأضلاع. وصل غرفته ليرى شيار متوترا يبدو أنه قلق من غيابه، يعرفه عصبي المزاج فأراد امتصاص غضبه كي لا يفوت على نفسه فرح يومه وبادره بالكلام. جوان، قبل السلام أعتذر وأقبل جبينك يا صديقي، فقد كنت برفقة الياسمين على أرصفة دمشق وأنت تعشق دمشق، فلا تلمني لأن المحب ينسى الزمن برفقة الحبيب. كلام جوان خفف من غضب شيار الذي عرف بأنه التقى بهيلين. شيار، وهل حددت موعدا معها؟ جوان، غدا. شيار، جميل، لكن يا صديقي قلقت عليك، سألت سامي وجنكيز عنك، قالا أنهما لم يرياك، لكني تفاجأت حين سألت هيفين عنك وعن غيابك إذ رأيتها وكأنما أصابتها صدمة. جوان، لماذا؟ شيار، اسمع ما جرى بيننا. شيار، هل رأيت جوان؟ هيفين، جوان أين هو؟ أين ذهب؟ هل حدث له مكروه؟ شيار، لا، ولكن تأخر عن البيت. هيفين، دعنا نبحث عنه. شيار، لا تخافي سيعود. هيفين، وهل يتأخر كذلك عادة؟ شيار، لا. هيفين، إذا دعني آتي معك للبحث عنه. شيار، لا داعي لأن تأتي، أنا متأكد أنه ما من مكروه حدث له. هيفين، بمجرد أن يأتي يجب أن تطمئنني عنه، هذا ما حدث بيننا وأنا متأكد من أنها تحبك. عيناها قالتا ذلك وكذلك خوفها عليك. جوان، تحبني وكيف؟ ولا حديث في لقاءاتنا إلا المحاضرات والجامعة. شيار، وكيف أحببت هيلين من النظرة الأولى؟ هل نسيت؟ جوان، هيلين أنستني شتاء قلبي وخريفة، لم أعد أرى إلا الربيع. فإن كانت هيفين وكل الطالبات يحبونني فأنا لن أرى ولن أسمع إلا صوت ذاك النبع الذي انفجر في داخلي لتزدهر كل الورود التي ذبلت في قلبي. إنها ربيعي يا شيار، ولن أعيش ربيعا آخر. اهدأ اهدأ يا شوق، فغدا يكون اللقاء، وغدا سنجلس وسيكون صوتها أنغاما تملأ أذني وتسقي روحي الظمأ منذ سنين. اهدأ يا شوق، فجسدي لا يحتمل إصرارك، دعني أنم ليمضي الوقت مسرعا ويأتي النهار فلي معه موعد جميل. هكذا خاطب جوان نفسه وهو على سريره، ثم غفى مبتسما لم يكن ليصدق كيف يجيب بسرعة على الأسئلة، فله مع الحبيب موعد.